لما نيجي نشوف العالم كله على فكرة في حالة تهور كبيرة جدا في التعامل مع الظهر، والنتيجة بتكون وخيمة جدا، وقعات عنيفة، جسم البشري أضعف مما تتخيله. واللي بقول لكم الكلام دوت يعني مثلا هنا واحد ضرب واحد، برضو دي حركة فيها التباهي، وطبعا هنا ده بيعمل رسم، طب ماشي، الوقعة في منتهى الخطورة دي، ودي طبعا مش محتاجة يعني ان انا امشي على الحبل يعني. وطبعا نفس الكلام برضو هنا ماشي على الحبل، ليه يا باشا؟ ليه؟ ما في منتهى الخطورة الماشي على الحبل ده ممكن يعمل مشكلة. الوقعات في شكلها قد تكون مميتة، وقد يكون الثمن ان ظهرك لا قدر الله يحصل له انه يتأثر تأثر شديد. طبعا الاطفال والرقبه والبتاع المنيله على عينها، طب ما في حط الواقي، ابص دي في منتهى الخطوره الحركه اللي اخونا دي عمل، وده ممكن يتقطم له رقبته اللي فات ده. يا حاج بلاش الكلام ده. الناس بتتهور، والدمن ممكن يكون مشكله في الظهر كبيره جدا. التهور بقى المصري بيكون غير كده، التهور المصري بيكون ان انا بساعد اختي في الجهاز، فاروح شايل شيله جامده، بعمل منظر كده في فرح ولا في حاجه، فشيل العروسه لاني فرحان. الانتخابات ايا كان بقى، اي انتخابات يعني، انتخابات نوادي، انتخاب مش عارف نقابه، انتخاب اي حاجه، واحد لازم يشيل حد يعني، في واحد فوق وواحد تحت، واللي فوق ده بيهتف، واللي تحت اللي فوق بيجي له كسر في ظهره، واللي تحت بيجي له كسر في ظهره، الاثنين. الجراحات تقدمت لكن بلاش التهورات. والجراحات تقدمت وبقى في نوع معين من الجراحات دلوقتي اسمه الجراحه الملاحيه. هنشوف معنى كلمه الجراحه الملاحيه. العالم كله على فكره ناحيه النافيجيشن، ناحيه الجراحه الملاحيه، وقايه، اعرف انا داخل فين، كل حاجه شايفها. في فروع كتيره في الطب يعني، في الاسنان النهارده، في المخ والاعصاب هنتكلم على الجراحه الملاحيه النهارده. اكيد يعني هنستمتع جدا بحوار اكسترورديناري مع ضيفي العزيز القيمه الجراحيه الكبيره، واسم جراحي يعني ولا اروع، وما شاء الله مهاره خاصه جدا في تنفيذ الجراحات الصعبه جدا والتقدميه العلميه التكنولوجيه اللي احرزها في نيوروسباين، حاجه تدعو للفخر في مصر. واكيد برضو جزء كبير جدا من السياحه العلاجيه اكيد يكمن في هذا المكان، في الصرح الكبير اللي ضيفي العزيز بيقوده، ضيفي العزيز الجراح المتميز الاستاذ الدكتور يوسف الحميلي. اهلا بيك دكتور. اهلا دكتور. احييك طبعا على السياحه العلاجيه، واحييك على التقدم التكنولوجي الكبير الموجود. الحقيقه انا متشكر جدا، ومتشكر جدا لكل مريض انت افدته. وعلى فكره انا بيصلني كثير من المرضى اللي بيحبوك قوي وبيدعوا لك كتير جدا، والله وحضرتك، وانت كنت سبب في ان هم ربنا يهديهم الى يعني طرق الشفاء. وعلى فكره كل مريض بنعمل له عمليه ناجحه جزء منه كبير في ميزان حسناتك، ربنا يكافئك عليه. ده اللي اشكرك حقيقي يعني، هي طبعا علاقه جميله جدا، سنوات طويله من العمل الدوم الحقيقه. وبحيي فيك افكارك الجديده وابداعك المتواصل، واعذرني ان انا ما بجيش كتير. انت موجود على طول، احنا بس يعني احنا عندنا ما شاء الله مكتبه كبيره جدا لكل التاريخ الطويل والعمل المستمر، مكتبه اسبوعيه بنطرح فيها افكار في دكتور وفي الناس الحلوه ما شاء الله يعني. والجراحه الملاحيه اول من تحدث فيها في الوطن العربي كان حضرتك. وعلى فكره يعني انا ابشرك يعني افرحك بحاجه، انه فكره الملاحه دخلت في الاسنان، بقينا دلوقتي نتكلم في فكره النافيجيشن في الاسنان، وفي كل حاجه يعني، صحيح. بس يعني بقت في المخ والاعصاب، في العيون، كل حاجه. الحقيقه هو فكر متقدم قاده جراحي المخ والاعصاب من مئات السنين يعني. الجراحه الملاحيه دي بدات بما يسمى بالجراحه المجسمه، بدأها عالم جراحة مخ وأعصاب مع مهندس، وكان الهدف منها تسهيل عمليات الشلل الرعاش قبل اختراع أدوية الشلل الرعاش الناجحة اللي هي الإل دوبا ومشتقاتها. وتطورت مع تطور الكمبيوتر، أصبحت جراحة ملاحية على غرار الملاحة اللي بيعملها الملاح سواء في البحر أو في أغوار السماء أثناء قيادات الطائرات. واستخدام التقنيات الحديثة اللي هي الأشعة داخل غرف العمليات، استخدام استحساسات العصب، قياسات درجات
وتوصيل العصب داخل العملية الجراحية، كل دي أبعاد أخرى أضيفت إلى العملية الجراحية. فأصبحنا النهاردة بنعمل العملية الجراحية بشيء في منتهى الدقة، والأهم من ذلك أن الجراحة الملاحية بتتيح لنا خطة مسبقة لكل عملية تتناسب تماماً مع حالة المريض ومع المرض بتاعه. حتى لما باجي أعمل عملية ورم في المخ ببقى عندي الأبعاد بتاعة الورم والسيناريو المتوقع من الوقت للعملية الجراحية، وده بيفيد كتير جدا في تنظيم جرعات الأدوية المستخدمة في التخدير والإفاقة ورعاية المريض بعد العملية. هقف بقى عند تفهيم البسطاء والناس العادية لمعنى مفهوم الجراحة الملاحية، ونرفع المستوى شوية ونقول إيه آخر إصدارات الجراحة الملاحية في جراحات العمود الفقري تحديدا. هي الجراحة الملاحية بالظبط هي طريقة بناخد بيها كل المعطيات بتاعة المريض نحطها على الكمبيوتر، وفي أثناء العملية الجراحية في قياس دقيق لكل خطوة بنخش فيها العملية الجراحية. بتدخل أي حاجة داخل جسم الإنسان بتبقى متصورة، والصورة دي بتظهر على الأشعة بتاعة المريض عشان تدينا الخريطة التطبيقية لخطوات العملية الجراحية. بمعنى أنا برسم سيناريو، هعمل عملية بالمنظار، أنا معايا الجراحة الملاحية بتقول المنظار ده داخل فين، على بعد قد إيه، أنا اخترقت الجلد دخلت إلى طبقة أخرى، أنا داخل على العظم بتاع الفقرات، في مداخل طبيعية ما بين الفقرات وبعضها هدخل من خلالها أستطيع أن أنا أستأصل الغضروف. يمكن لو معنا بعض الفيديوهات الإرشادية هتبلنا هنقدر من خلالها نشوف الكلام ده بشكل أكثر دقة. في عملاقين بدأوا مع بعض أو يعني بدأ نجمهم يبزغ في عالم المخ والأعصاب، جراحات الملاح أو الجراحات الملاحية وجراحات محدودة التدخل. فعايزين نبص برضو، يعني احنا يبقى الحوار دايما ماشي متوازن ما بين الاثنين. يعني ايه كلمة محدودة التدخل؟ اللي اخترع جراحات محدودة التدخل هم علماء الجراحة الملاحية. أبرع ناس تعمل عمليات محدودة التدخل هم الأساتذة المتخصصين في الجراحة الملاحية. أنا مش بقول كده عشان أنا راجل أول من تخصصت في الجراحة الملاحية في الشرق الأوسط، لا، أنا بقول كده عشان ده العلم الحقيقي. اختراع إن احنا ندخل نعمل العملية من ثقب صغير في الجمجمة أو من فتحة صغيرة في الظهر ما ساعدناش في ده إن احنا نعمله ونطبقه صح إلا الجراحة الملاحية. وبالتالي هي الفرع الأساس الذي انبثقت عنه كل هذه التدخلات الجراحية. يكفي أن أول عملية أجريت بالريبوت كانت عملية بالجراحة الملاحية في المخ. العمليات اللي بتتعمل إليها التيلي سيرجري أو العمليات الجراحات عن بعد كلها تطبيقات من تطبيقات الجراحة الملاحية. الجراحة الملاحية بتعمل عمليات المخ الوظيفية اللي هي للشلل الرعاش وإصابات الحركية و وبتعمل عمليات استئصال الأورام، وبنعمل بيها عمليات النزيف والتمدد الشرياني، وبدأنا نطبقها في مجال جراحات العمود الفقري. وأنا الحمد لله رب العالمين كنت من أول الناس اللي استخدمت التطبيق ده في الجراحات العمود الفقري. بتفيدنا كتير جدا في المناطق شديدة الحساسية في العمود الفقري زي تثبيت الفقرات العنقية أو تثبيت الفقرة العنقية الأولى أو كسور الفقرات العنقية الأولى والثانية. مين المريض؟ لأنه احنا لازم نختار مريض معين يصلح له إجراء جراحة ملاحية، وأيضا مريض يصلح له جراحة ملاحية بنظام جراحات محدودة التدخل. الحقيقة هو كل الجراحات يجب أن تطبق فيها الجراحة الملاحية، لأن ده بعد ثالث ورابع بيضيف دقة إلى العملية وبيدينا رؤى واسعة جدا في أثناء العملية الجراحية. فهو مبدأ وطريقة، زي لما أنا بستخدم كده عندي التكييف ولا استخدم مروحة، هو أنا هستخدم التكييف، ممكن استخدمه سخن وبارد، ممكن استخدم التكييف للتهوية وتجديد الهواء في غرف زي غرف العمليات. دي طريقة إجراء عملية بالمنظار لاستئصال غضروف برضو، وأنا بطبق فيها الجراحة الملاحية. فالجراحة الملاحية هي شاشة مراقبة بتضيف لي بعد آخر، فأنا أقدر أطبقها حتى في الجراحات العادية. أفيد تطبيق لها طبعا في الجراحات محدودة التدخل، في الجراحات بالمنظار، في الجراحات الميكروسكوبية. هي بتديني أن أنا أقدر أقيس دقة اللي أنا بعمله خطوة بخطوة، وبالتالي غير مسموح بأن أنا أخرج من العملية دي وعملت خطوة
محتاج ان انا اعملها بعد 3 سنين للمريض، لا ده انا العمليه بتاعتي عملت العمليه شلت الغضروف، بعد ما شلت الغضروف بصور بالاشعه واطبق ده وقارنه باشعه المريض، اجد هناك فروق في حركه الفقرات، اعرف ان المريض ده عنده عدم اتزان ما بين الفقرات، هيظهر لي بعد سنه او 2 من العمليه بتاعتي، فاقوم عامل تثبيت في اثناء العمليه، ودي حاجه جميله جدا. كان عندنا تايتل كبير جدا في جراحات العمود الفقري اسمه فيلد باك او جراحات الظهر الفاشله. التايتل ده بعد استحداث الميكروسكوب الجراحي، المنظار، الجراحه الملاحيه، تطبيقات الاشعه داخل غرف العمليات اللي هي كلها مبدا النافيجيشنال سيرجري او الجراحات الملاحيه، تقلص هذا المفهوم الى ارقام ما تحت 1/10. ليه؟ لان انت خدت الابعاد الاخرى اللي ممكن كنت محتاج انك تعمل العمليه والمريض ده يمشي شويه ويتحرك ويعمل مجهود علشان تظهر لك الداتا دي. هنا مثلا احنا استأصلنا الغضروف وظهر لنا ان الغضروف ده بعد ما استأصلناه المريض، الفقرات قبل ما نستأصل الغضروف كانت الى حد كبير جدا ثابته، لما شلنا الغضروف اللي ما بين الفقرات زاد ده من ضعف الفقرات، فاصبحت الفقرات دي متحركه، فانا محتاج احط حاجه او اعمل شيء اثبت بيه الفقرات، يبقى انا استخدمت المنظار، عملت بيه العمليه، شلت بيه الغضروف من غير ما اعمل اي تغيير في التركيب اللي ربنا خلقه في العمود الفقري، لا والجراحه الملاحيه والجراحه وجود الاشعه داخل غرفه العمليات اداني بعد اخر كان هيبان لي لما المريض ده يمشي ويتحرك ويعمل مجهود، استفدت منه في ان انا منعت ان ده يحصل. هقف قدام قضيه مهمه جدا، لان دي قضيه على فكره بتطرح على كل التخصص، يعني للاسف التخصصات بقت متشابكه في مصر، يعني المريض بيدخل يسال الدكتور في حاجه تانية وده غلط، بس بالسيل التثبيت، تثبيت العمود الفقري، هذه القضيه تقييم حضرتك ليها ايه؟ تثبيت العمود الفقري من التقنيات الهائله في مجال جراحات العمود الفقري، مش بس يفادي المريض اللي عنده كسر في الفقرات او عنده تزحزح في الفقرات، ولكن التثبيت ده من الحاجات اللي ادتنا فوائد كثيره جدا، زي ما لسه كنت بقول، مريض ممكن تعمل له عمليه انزلاق غضروفي او توسيع في القناه العصبيه او توسيع في مجرى العصب او استئصال ورم، وكنا زمان بنكتفي باننا بنعمل الكلام ده وبنطلع، بنكتشف بعد ما المريض يخضع لعمل ويرجع لحياته الطبيعية إن المريض ده بدأ يحصل عنده عدم اتزان ما بين الفقرات وعدم استقرار في المنطقة اللي اتعمل فيها العملية، ومن ثم ممكن الغضروف اللي شلته يرجع تاني بالاحتكاك ما بين الفقرات، ممكن ضيق القناة العصبية يرجع تاني نتيجة تولد أنسجة وتليفات. تثبيت الفقرات لما بنلاقي في أثناء العملية إن المريض ده محتاج، أو قبل العملية إن المريض ده محتاج تثبيت فقرات، إحنا قطعنا على المريض ده إنه يعمل عملية تانية بعد 2 أو 3 أو 4 سنين. هو ده بعد النظر اللي أضافه التثبيت للجراحات بالعمود الفقري، وده عايز بقى رؤية وخبرة لجراح متمرس، الجراح اللي بيعمل 1000 عملية مش زي الجراح اللي بيعمل 20 عملية أبداً. الجراح اللي عمل جراحات كتير جدا ومر بكل المحطات والنقاط، يعني يكاد يكون كل اكتشافات العمود الفقري احنا بنمر بيها. مثلا الآلات الجراحية، يعني انا كنت مسافر من حوالي شهر، انا اشتريت آلة جراحية ب500,000 جنيه، آلة واحدة. ساعات كتير جدا بجيب آلات جراحية غالية جدا وتطبيقاتها بتبقى قليله جدا، بتفيدني في خطوه واحده في العمليه. ده من احدث تثبيتات العمود الفقري، ان احنا عندنا المريض ده ما عندوش كل الفقرات سايبه، عنده جزء بس في الفقره اللي هو مفصل الفقره سايب. طب ما انا مش محتاج اعمل للمريض ده بقى فتحه واشق ظهره واشيل عظم واحط شرايح ومسامير واقعد اكتفه، لا ده انا محتاج اثبت الجزء اللي بايظ بس المشكله في الحته دي، يبقى انا هحط حاجه اسمها ووشر او تثبيت مفصلي لمفصل من مفاصل العمود الفقري. الجميل بقى ان المريض ده هيفوق من العمليه، هيقدر يتحرك، يوطي، يلعب كوره، يعيش حياته بشكل طبيعي، وانا تغلبت عن المشكله اللي كانت ممكن بعد 2 أو 3 سنين تظهر لي في صوره غضروف تاني او ضيق تاني او تزحزح او الام.
كالعادة نورتنا وأسعدتنا، وأشكرك شكرا جزيلا على كل مجهوداتك الرائعة في التثقيف ونقل الثقافة الخاصة بي. أولا يعني رسالة مهمة اللي أنت قدمتها عبر السنوات هي نقل الثقافة الخاصة بواحدة من فروع الطب اللي كانت الثقافة فيها الحقيقة بعافية قوي. كانت الثقافة بتدعو للناس إنها تروح تعمل العبو عصاية وتعمل خزامة في الأودان وتعمل كي ولغاية دلوقتي على فكرة موجودة في بعض الحتت، لكن احنا بنحاول نتوغل. يعني كل ما اشوف انا ما رحت في الاقصر في رحله يعني في سفريه كانت جميله جدا، فرحت جدا ان اهل الاقصر المكان ده عظيم، يعني مكان الصعيد عظيم جدا، بيتفرجوا وعندهم فرجه باتقان وبنهم، فده فرحني جدا. فده لما نوصل هناك ونوصل للقفور والنجوع والقرى ويتفرجوا علينا ويبداوا يتثقفوا، الناس دي ممكن جدا يكون ناس ما تعرفش تقرا وتكتب فيهم، بس عندهم قدره الثقافه، عندهم جين الثقافه، يقدروا يستوعبوا الكلام ويميزوا ويقول لك لا. والناس بدات تفهم، لا ده لا هنعمل كريم للي عنده انزلاق وظروفي، ما احنا شفنا يعني الفترات اللي فاتت. والله كنت يمكن وانت غايب ساعات وانا بقلب في القنوات اللي هي تحت السلم الاقي واحد يقول لك عنده انزلاق ظروف اعمل له كريم لظهره. كريم ايه اللي هيعالج انزلاق ظروف؟ يعني مع حاجه ما تخطرش في بال حد. هو دائما العلم بينير الطريق. طبعا. ودائما كل من اتبع النور بيصل. نورتنا واسعدتنا. ضيفي العزيز الاستاذ دكتور يسري حميلي، استاذ واستشاري جراحات المخ والاعصاب والعمود الفقري، الاستاذ بكليه الطب بجامعه القاهره والمدير لمستشفى نيورو سباين للجراحات المتخصصه، واحد من رموز جراحات المخ والاعصاب في مصر والوطن العربي، كان في الناس الحلو. خليكم مع الناس الحلو. الجدر ده اكتر حته حساسه مع اي مؤثرات هيبدا يحصل له تهيج للعصب، بدا البني ادم ياكل بطريقه مش مظبوطه فبيأثر على مفصل الفك بطريقه مش مظبوطه لان هو بيحمل غلط. التركيبه المتحركه